الذكرى 65 لنكبة فلسطين، ومع تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين من أرضهم، لجأ حوالي 40 فلسطينيا إلى قرية جزيرة فاضل بمحافظة الشرقية بجمهورية مصر العربية، ووصل عدد الفلسطينيين في هذه القرية إلى حوالي 3000 فرد يعيشون في بيوت من الطين ويعتمدون على جمع القمامة لتوفير قوتهم اليومي. ومع شروق شمس كل يوم يتجدد أمل الفلسطينيين في جزيرة فاضل في العودة إلى أرض الوطن. جدنا وعمنا وخالنا واللي لينا كله من فلسطين. الجزيرة هذه ما فتحتهاش أبدا. كم واحد جيتوا أيامها؟ والله فطلع عنا مجينا المجازفين لغاية. عندك في محافظة الشرقية بس، أنا لما بدي أدلي عندك في أبو حماد فلسطينيين، عندك في كفر حابس في فلسطينيين، عندك في بنيوب في فلسطينيين لاجئين مقيمين من 48. كان بالنسبة للتعليم عندنا ابتدى التعليم قريب، يعني ما فيش يعني غير الأخ أبو ياسر كان واخد الإعدادية وأنا واخد الإعدادية فقط، يقول لك روح ادفع مصروفات. طيب انا مش قادر، انا مش قادر اوكلهم ولا اعيشهم، انا ساكن في جزيره صحراء جرداء لا ماء ولا زرع فيها، اعيشهم من فين؟ طيب انا يا رب ان انا اقدر اعيشهم علشان اروح ادفع لهم مصروفات. صليت هنا قدموا إلى مصر إذن، وكان عددهم 40 شخص، اليوم 3000 يعيشون في جزيرة فاضل في محافظة الشرقية. تقرير خاص أعده زميلنا كريم فريد، تصويره وإعداده، للحكي عن معاناة هؤلاء اللاجئين. ليسوا هم الوحيدون، هم على أرض مصر يعيشون في داخل مخيمات. ربما قد يقول قائل الآن وماذا تختلف حياتهم عن حياة ربما ملايين المصريين في مصر الذين يعيشون حياة مشابهة؟ يا هذا بالفعل سؤال مطروح وسؤال شرعي، ولكن بنفس الوقت هناك جهات يعني من المفترض ومن الناحية النظرية يجب أن تعنى بمشاكل هؤلاء، وأيضا هل هم يعني منسيون هنا في مصر؟ لا تلحظهم الهيئات التي تهتم بقضايا اللاجئين كالأنروا وغيرها؟ وهل حكومة حماس في غزة تعرف بوجودهم وتعرف بمعاناتهم؟ أم كما قال أيضا بعض سكان هذه الجزيرة زميلنا كريم، ما بيعرفوناش إلا لما بيكون في حملات انتخابية أو بيكون في ذكرى النكبة والتي يصادف ذكرى 65 لها يوم الأربعاء القادم من الجهتين، ليس فقط من جهة حكومة حماس ولكن أيضا من يعني السلطة الفلسطينية في رام الله. مشكلة اللاجئين الفلسطينيين اليوم هي من أعقد المشاكل في مفاوضات السلام، والتي قد تقف عائقا حتى في مجال حتى إعادة استئنافها وإعادة النقاش حولها.